وينضم للنقاش معنا الشيخ حسن الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي. شيخ حسن، أهلا وسهلا بك معنا. في انتظار أن يجهز معنا الشيخ حسن الكتاني وهو رئيس رابطة علماء المغرب العربي، شهد عام 2020 تصاعدا لافتا في أعمال العنف ضد المسلمين في عديد الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا، وأيضا تصريحات عنصرية وصفها كثيرون في هولندا من قبل رئيس حزب يميني متطرف وهو خيرت فيلدرز، الذي دعا إلى إنشاء أو تعهد عفوا بإنشاء وزارة تطهير من الإسلام في هولندا إذا ما تمكن من الوصول إلى الحكم. تشير بعض الدراسات عن المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام في فرنسا بأن الاعتداءات في سنة 2020 شهدت زيادة بقرابة 53% مقارنة ب 2019، حيث شهدت البلاد 235 اعتداء على المسلمين. ونستقبل معنا الشيخ حسن الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي. شيخ حسن، أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله. مرحبا بك شيخ حسن. إذن كنا نتحدث عن تصاعد أعمال العنف في أوروبا ضد الجالية المسلمة الموجودة هناك، وحتى أيضا المسلمين الفرنسيين والأوروبيين أنفسهم. في فرنسا تقريبا شهدت الاعتداءات تصاعدا كبيرا بحوالي 53% في 2020 مقارنة ب 2019، وأيضا في ألمانيا وقع 122 هجوما على مساجد في ألمانيا. كيف يمكن شيخ حسن أن نفسر هذا التصعيد الكبير في أعمال العنف ضد الجالية المسلمة في 2020 برأيك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأشكر إخوتي في هذه القناة الطيبة على أن أتاحوا لي هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم. الحقيقة هذا الموضوع قديم حديث، هذا موضوع قديم حديث. الله سبحانه وتعالى يقول الكتاب الكريم: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا القضية قضية القديمة أن أعداء الحق سيبقون يقاتلون المسلمين ويهاجمونهم حتى يردوهم عن دينهم، إما لكي يدخلوهم في دين يتدينون به كالنصرانية أو غيرها، أو كأن يدخلوهم في الليبرالية والعلمانية وغيرها مما يتدينون به اليوم. هناك سبب أساسي يجعل الغربيين يهاجمون الإسلام والمسلمين. السبب الأساسي أن المسلمين في قبل يعني مدة من الزمان كانوا قلة في الغرب، فكان الغرب يتظاهر بأنه يتقبل الآخر وأنه يؤويهم ويؤي كثيرا من المضطهدين في بلدانهم وما إلى ذلك. لكن لما كثر المسلمون وأصبح كثير من الغربيين أنفسهم يدخلون في الإسلام، وأصبح الإسلام رقما صعبا في الغرب، وأصبح المسلمون يطالبون بحقوقهم ولم يعودوا مجرد أجانب ولاجئين، بل أصبحوا من أهل البلاد وأصبحت لهم حقوق وأصبحوا أكثرية. في المقابل، نظرا لأن الغربيين فتحوا الباب على مصراعيه للشذوذ الجنسي وللتسيب الأخلاقي وما إلى ذلك من أمور، فقد أصبح الغرب يتناقص، أصبح الشعوب الغربية تتناقص، أصبحت خلية الأسرة التي هي الأساس في كل مجتمع دمرت شر مدمر. فإذا أصبحوا يرون أنهم يتناقصون على حساب الإسلام المسلم، وهذا أدى بهم إلى أن يهاجموا المسلمين ويطالبون بأن يكونوا جزءا منهم، ويطالبون بأن يغيروا دينهم، يغيروا لغتهم، يغيروا طبيعتهم، حتى إنهم أصبحوا يطالبونهم بالمواطنة بمعنى أن يتغيروا. لم يعد هناك ما يزعمونه من القبول بالآخر والقبول بالاختلاف وما إلى ذلك، لا، أصبح الآن القبول بالرأي الواحد، إما أن تصبح غربيا أوروبيا علمانيا ليبراليا أو أنت مرفوض في مجتمعنا.
برأيك شيخ حسن، هل لهذه الاعتداءات غطاء سياسي واضح خاصة من الحكومات الموجودة في أوروبا عموما من شرقها إلى غربها؟ وسنتحدث عن تصريحات مثلا القس اليوناني حتى وصولا إلى هولندا، تصريحات زعيم اليمين المتطرف خيرة فيلدرز. هل ربما أصبحت الحكومات راعية لهذه الموجة من الإسلاموفوبيا التي تؤكدها الأرقام التي تتحدث عن العنف؟ هذا الخوف في الغرب من تنامي الإسلام والمسلمين ومن تضخم أو كثرة المسلمين، بحيث أن المسلمين أصبحوا يشكلون أغلبية في كثير من، يعني أصبحوا يعني سيصبحون أغلبية بعد مدة قليلة من الزمن، أصبح يخيف كثيرا من فئات المجتمع. فاستغل هذا اليمين المتطرف استغل هذا وجعله سببا في مشاريعه السياسية، فأصبحت هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة تنادي بأن الإسلام كذا، الإسلام خطر، المسلمون خطر وما إلى ذلك، فأصبح يتبعهم كثير من العامة ويقتنعون بأفكارهم، مما جعل هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة بعد أن كانت هامشية لا قيمة لها، مجرد صوت من الأصوات، أصبحت الآن تمتلك قسما من السلطة، بل أصبحت تسعى لكي تكون الحكومات، وهذا هو الخطر الكبير الذي يحيق بالغرب. قديما كانت الكنيسة هي التي تشوه الإسلام والمسلمين، نظرا للتاريخ القديم الذي كان بين أوروبا وبين المسلمين، سواء عن طريق شمال إفريقيا والدول الإسلامية التي كانت تحاربها أو في الأندلس، أو بعد أن تنامت قوة العثمانيين حيث دخلوا في سلسلة حروب وخشوا، وكانت خشيتهم أن يفتح المسلمون، يصلوا إلى النمسا ويصلوا إلى روما وما إلى ذلك، فأصبحوا يشوهون الإسلام نظرا لأنهم رأوا أن المسلمين وصلوا إلى حدود دولهم. الآن لم يعد الغربيون حقيقة نصارى، ولكن الليبرالية ورثت الحقد النصراني بجميع ما فيه، فأصبحوا يستمدون من التراث النصراني بما يحاربون به الإسلام والمسلمين، مع أنهم ليسوا متدينين يعني حقيقة الأمر. فإذا الحقيقة أن السبب في هذا كله هو الخوف من الإسلام والمسلمين. الله عز وجل يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هم يرون المسلمين على ما هم عليه من الضعف والهوان في بلدانهم، لكنهم لا زالت عندهم الأسرة، لا زالوا متحدين في كثير من الأمور، لا زالت تتنامى كثرتهم وتكثر يكثر عددهم، لا زال كثير من أبنائهم الأصليين سواء كانوا من أصول نصرانية أو يهودية يدخلون في دين الله أفواجا، أصبحت كثير من الكنائس تباع فيأخذها المسلمون ويجعلونها مساجد. فهذه كلها أمور أصبحت يعني تشكل هاجسا خطيرا بالنسبة للإنسان الغربي. الإنسان الغربي في أوروبا، وأيضا الآن رأينا كيف يتنامى الحس المحافظ بين قوسين الذي في أمريكا أيضا، حيث إنهم أصبحوا يرفضون الغريب، يرفضون الأجنبي، والأجنبي عندهم يعني في أول ما يعني المسلمين. فهؤلاء أصبحوا يرون أن الإنسان الأبيض النصراني الغربي أصبح ينقرض بما ينصح التعبير، وأنه إذا مرت 50 سنة من الآن فإن أوروبا ستصبح في غالبيتها مسلمة من غير فتح إسلامي، فهذا الذي يخيفهم. طبعا بدل أن يصلحوا من أنفسهم ويعيدوا منظومة فكرهم، فهم ماضون في غيهم ويغلفون ذلك بالحرية وما إلى ذلك. وفي حقيقة الأمر لا توجد حرية، إلا حرية الانحراف، حرية الفجور، حرية محاربة الإسلام والمسلمين، هذه حقيقة الأمر. نعم، بالحديث عن الكنيسة يبدو أن بعض القساوسة الذين فقدوا تأثيرهم كما تحدثت الشيخ حسن، يبدو أنهم يريدون إعادة تعريف الإسلام. مثلا هذا إيرونيموس، هذا أحد الأساقفة في اليونان، قال أن الإسلام ليس دينا بل حزب سياسي وطموح سياسي، وأتباع الإسلام حسب زعمه أناس حرب وأناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام وهذه تعاليم محمد التي تدعو لهذا حسب قوله. برأيك كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات التي بطبيعة الحال لا معنى لها في هذا يعني المجال،
أنه أعاد تعريف الإسلام، كيف يمكن أن نفسرها في ظل هذا الإسلاموفوبيا المتصاعدة؟ هل هي أحد أوجهها أم ربما هي مغذية لها أم ماذا برأيك؟ يعني هو لا ننسى أنه الباب السابق قبل هذا قال كلمة شبيهة بهذا وحكاها عن آخر إمبراطور من أباطرة الدولة البيزنطية، وحكى فيه كلاما يشبه هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين، فقامت عليه القيامة وما إلى ذلك. حاول أن يتنصل من كلامه لكن دون جدوى. حقيقة الأمر أن القوم لا زال لديهم حقد دفين على الإسلام والمسلمين، يغذيه تاريخ وكتب وأشعار وكلمات كثيرة. نحن عندما نتحدث عن ما قاله الشاعر الفلاني والكاتب الفلاني والأديب الفلاني في الغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام، هذه نماذج أو نقطة سوداء أو نقطة بيضاء في بحر أسود. حقيقة الأمر أن هؤلاء لا زالت هذه الأحقاد تتغذى لديهم، ومما يزيد وتغذية أن هؤلاء القساوسة يرون أنه لم يعد لديهم أي تأثير في الغرب بعد أن كانت الدول كلها تحت سلطانهم. بابا روما كانت أوروبا كلها تحت سلطانه، وبابا القسطنطينية إن صح التعبير يرى أن القسطنطينية التي كانت معقلة وانتهت وأصبحت هي إسطنبول التي أصبحت الحمد لله بفضل الله عز وجل معقل الإسلام والمسلمين، والحمد لله الآن ترجع فيها الحمد لله فيها صحوة إسلامية كبرى بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذه أحقاد تغذيها تواريخ، يغذيها الحسد. فطبعا يتحد الحقد النصراني مع الحقد الليبرالي مع الحقد هذا كله تتحد هذه الأحقاد كلها ضدها. بالنظر شيخ حسن لهذا الحقد الذي ذكرته حتى عن القسطنطينية التي أصبحت إسطنبول وأصبحت حتى في مرحلة من التاريخ عاصمة للخلافة الإسلامية، برأيك هل هذا استحضار للصراع السياسي الذي دائر ربما بين اليونان من جهة وتركيا التي تحسب على أنها يعني من الدول الإسلامية القوية؟ هل ربما هذه حركات استفزازية مثل ما وصفتها الخارجية التركية في بيان لها؟ يعني هو الحقد الدفين بين اليونان وتركيا قديم جدا، يعني لم ينتهي، وقد كانت هناك مجازر في قبرص بين اليونانيين والأتراك على يد قساوسة. رئيس قبرص في ذلك الوقت كان قسطيسا، وكان قسطيسا يلبس لباس القساوسة، وقد ارتكب جرائم فظيعة ضد الأتراك المسلمين في قبرص. والذي نصر أولئك الأتراك وجمعهم في شمال قبرص واعترف بجمهورية قبرص تركيا هي تركيا. فإذا رأوا أن تركيا هذه أصبحت الآن رقما صعبا وأصبحت الحمد لله ترجع إلى هويتها وأصلها وأصبحت تستقل عنهم ولا تريد أن تنضم إليهم أصلا بعد أن كانت تطالب بالدخول في الاتحاد الأوروبي، أصبحت الآن مستغنية عنهم وأصبحت هي التي يمكنها أن تعطي غيرها، طبعا لا شك أن هذا سيؤدي بهم إلى زيادة الحقد وزيادة الغل ضد تركيا، وسيفتعلون أي شيء لكي يهاجموها. فهذا يعني وجه من وجوه هذا الهجوم ضد تركيا التي تمثل في نظرهم تذكرهم بالدولة العثمانية، تذكرهم بمجد الإسلام والمسلمين. هذا كله لم ينسوه قط ولن ينسوه، لأن هذه الأمور حقيقة تتجدد ولا زالت كتبهم تقرأ ولا زالوا يدرسون هذه الأمور ولا زالت هذه الأمور كلها حاضرة لديهم. نعم، من اليونان نذهب إلى هولندا في أقصى أوروبا. أيضا هناك زعيم حزب الحريات اليميني المتطرف وهو خيرت فيلدرز، هذا يقول أنه في حال فوزه في الانتخابات سينشأ وزارة اسمها وزارة التطهير من الإسلام. وأيضا هذا لافت أن هذا الزعيم اليميني أيضا يهاجم دائما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا تركيا. برأيك بالنظر لهذه التصريحات التي ربما تعد بوزارة التطهير من الإسلام، كيف يمكن أن نفسر أو نقرأ هذه التصريحات في ميدان السياسة تحديدا ولجذب الناخبين؟ هل أصبح الإسلام ورقة ربما تزج به في الاستحقاقات الانتخابية في هذه الدول لاستمالة الناخبين؟ نعم، هذا مما لا شك فيه. يعني ما يفعله خيرت فيلدرز وحتى ما يفعله ماكرون وغيره هي حقيقة دعايات انتخابية، فهم يرون أن الحائط القصير الذي لا يجد من ينصره في العالم هو الإسلام والمسلمون، مع أن هذا الحائط القصير الذي كلهم
يضربونه ويصفعونه ويصعدون عليه، هو الرقم الصعب الذي ينمو. فإذا هو قصير وفي نفس الوقت هو الذي ينمو، وهذا من المفارقات التي تجعلهم يعني لا يجدون إلا أن يخرجوا هذا العقد. خيرت فيردرز هذا صاحب فيلم الفتنة وصاحب كثير من يعني التصريحات الخطيرة ضد الإسلام والمسلمين، نعم. التصريحات العنصرية العصبية التي تدل على أن الرجل يخرج عن طوعه، لم يعد يعني هناك مجال للدبلوماسية، لم يعد هناك كلام. كيف سيطهر هولندا التي هي أحياء كاملة مليئة بالمسلمين، نعم. سواء كانوا من أصول مغربية أم من تركية أم من غيرها؟ هذا أمر يعني يدل على أن الرجل أصبح إن صح التعبير فاشستيا، أصبح يعني أصبح متطرفا غاية التطرف في خطابه. ولا أظن أن هذه الخطابات مهما كانت ستستهوي أغلب الناس، ستستهوي بعض الناس، لكن أن تستهوي الجميع هذا صعب. ولكن كيف تنعكس هذه التصريحات التي كنا نتحدث عنها سواء من القس اليوناني أو من هذا خيرد فيلدرز على أرض الواقع؟ كيف تغذي العنصرية في عقول عديد من الأوروبيين وربما المساندين لهؤلاء على أرض الواقع وتجاه المسلمين؟ نتذكر في ألمانيا مثلا تم الاعتداء على إمام مسجد حتى القتل، وأودى بذلك يعني بحياته. أيضا وصلت تهديدات إلى عديد الأئمة الآخرين. هل هناك علاقة مباشرة بين هذه التصريحات التحريضية وبين العنف الذي يمارس على أرض الواقع؟ أتصور أن هذه التصريحات ستزداد، واستزداد كثير من الأوروبيين تطرفا واتباعا لمثل هذه الأفكار. ولا ننسى المتطرف أندرو الذي قتل من بني جنسه عددا كبيرا بدم بارد وافتخر بصنيعه، وكذلك المجرم الذي قتل المسلمين في نيوزيلندا، وستكثر مثل هذه الأمور. لكن بالمقابل فإن كثيرا من الناس من الأوروبيين أنفسهم تجعلهم هذه التصرفات يبحثون عن الإسلام، ما هو هذا الإسلام الذي يقتله هؤلاء، يتصرفون تصرفات هوجاء. لا يعني هذه التصرفات حقيقة الغالبية العظمى من الأوروبيين نظرا لأنه تربوا على معاني الرأي والرأي الآخر والديمقراطية ومن ذلك، فتستفزهم مهما كان يعني مهما كان الناس تربوا على القبول بالآخر. فإذا رأوا بني جنسهم يتصرفون على التصرفات التي هي إرهاب، التي هي تطرف، كل هذه المعاني التي كانوا ينسقونها بالإسلام والمسلمين، وبالمقابل يرون أن المسلمين الذين بين أظهرهم هم من خيرة الناس علما وعملا وفضلا، هم من وقفة شريفة في بداية أحداث كورونا، هم الأطباء، هم الباحثون إلى آخره، فسيعلمون أن هذا الدين هو الحق وأن المسلمين فعلا هم أهل الحق. وهذا الذي يجعل كثيرا من الغربيين الآن يدخلون في دين الله أفواجا. الإسلام الآن هو الدين الأول الذي ينتمي إليه كثير من الناس في الغرب، سواء في أمريكا أو في أوروبا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما يفعله هؤلاء المتطرفون المتعصبون ما هي إلا حركات، يعني هي آخر طلقاتهم، وهي تصرفات الإنسان الذي يرى أنه فشل في كل شيء فلم يعد أمامه إلا مثل هذه التصرفات. نعم، الجالية المسلمة في أوروبا برأيك شيخ حسن كيف يمكنها أن تستثمر كما ذكرت هذه الأفعال التحريضية والإجرامية وأيضا حتى ترقى إلى إرهابية لتبيان ربما معاني الإسلام السامحة والقيم الفاضلة وأيضا روح الإسلام الحقيقية لربما حتى إقناع الناس بالإسلام أو أيضا بإظهار سماحة هذا الدين وقيمه على أرض الواقع؟ المؤسف أن المسلمين الذين عليهم تدور القصة كلها لا زالوا لم ينتبهوا لأنفسهم، لا زالوا مفرقين، لا زالوا مشتتين، وهذا أدى إلى أن يكون بينهم يعني تباين كبير. فمنهم من أدت هذه الأمور به إلى أن أصبح هو نفسه متشدد متطرفا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأوروبيين من أصول الإسلامية بل من أصول الغربية أيضا انضموا إلى القتال مع داعش وأمثالها وارتكبوا أمورا يعني بحجة أنه أن هذا هو الإسلام وكذا إلى آخره.
نحن نعلم أن كثيرا من التيارات تستغل مثل هذه الأمور، فيتولد لدى المسلمين في الغرب أيضا جنوح إلى الغلو، وأيضا أصبح بين يعني نحن نرى يعني حقيقة أنا لي تواصل مع كثير من المسلمين في الغرب، فكثير يعني مسألة التفرق بينهم، الاختلافات المذهبية، وهذه الاختلافات تتضخم بينهم إلى أن تصبح عداوات ونزاعات لم ينتبهوا إلى أنهم أمام عدو، والعدو يعدهم شيئا واحدا، وأنهم إذا لم ينتبهوا لأنفسهم فسيصبحون خبرا بعد عين، بمعنى أنهم إذا لم ينتبهوا لأنفسهم فيمكن أن يمحوا جميعا. يعني ما يحدث الآن في فرنسا يعني هو رغبة من دولة فرنسا لمحو الإسلام والمسلمين، مع أن المسلمين هناك يمثلون رقما صعبا، فلو أنهم اتحدوا ووقفوا وقفة رجل واحد لما استطاع ماكرون ولا غير ماكرون أن يتصرف معهم مثل هذه التصرفات. وأنا دائما أضرب المثال باليهود، اليهود مع أنهم قلة قد استطاعوا عن طريق اتحادهم ولوبياتهم وتجمعاتهم أن يغيروا كثيرا من الأمور، لو أن المسلمين اتحدوا لاستطاعوا أن يغيروا كثيرا من الأمور. إذن المسلمون الآن أمام استحقاق جاد، نكون أو لا نكون، إما أن تتحدوا وتتناسوا الفروقات والخلافات التي بينكم وتقزموها أو تجعلوها في مكانها المناسب اللائق بها، خاصة وأنتم أمام عدو واحد يريد أن يجتثكم جميعا، وإما أن تصبحوا خبرا بعد عين وشيئا فشيئا تفنون كما فني المسلمين في الأندلس بعد أن كانوا هم الأصل، ونسأل الله أن لا يكون ذلك. نعم، بالحديث عن فرنسا شيخ حسن، يبدو أن فرنسا تمكنت من تمرير قانون ما يعرف مبادئ الجمهورية أو احترام مبادئ الجمهورية وإقراره وفرضه على الجالية المسلمة، رغم بعض الانتقادات أو المعارضة الشديدة التي جاءت لهذا القانون. برأيك كيف يمكن لهذه مثل هكذا قوانين أن تزيد ربما من الخلافات وأيضا من التفرقة داخل المجتمعات الغربية نفسها، والتي تدعي أن هذه القوانين هي لمكافحة الانفصالية، بينما هي تغذي ربما حتى التفرقة داخل المجتمع نفسهم؟ هو الغرب لا يهمه أن يغذي التفرقة بين المسلمين، بل فرق تسود، يعني يريد أن يغذي التفرقة بين المسلمين حتى يستغلهم وحتى يجعلهم تحت خدمته. المؤسف جدا أن هناك بين المسلمين من يخدم مخططات الأعداء، هناك عدد من المسلمين من رؤوسهم من الدعاة بين قوسين إن صح التعبير، من يعملون ويسوغون لأنفسهم أن يتبعوا مثل هذه القوانين ويفرضوها على جاليتهم المسلمة. ولا شك أن هذه خيانة لله ورسوله، وسيكتب التاريخ عنهم بأنهم قد خانوا الله ورسوله، كما كتب التاريخ عن كثير من الناس الذين ساندوا المحتلين وخانوا بلادهم وانضموا إلى جيوش الأعداء. لكن أنا حسب علمي أن هذا القانون يعني لم يسر بعد، وأن كثيرا من الخطباء والدعاة وأئمة المساجد رفضوه، وقد صدرت عن رابط علماء المسلمين وعدد من ونحن أيضا في رابط المغرب العربي وقعنا على هذا البيان الذي نرفضه فيه رفضا باتا مثل هذه الأمور، ونرى أنها خيانة الله ورسوله، وأن الذي وقع عليها فقد خان الله ورسوله، لأن القبول بمثل هذه القوانين هو نعم. قبول بالانسلاخ عن الإسلام، لأن لم يعد هناك أي إسلام بعد هذه القوانين. فلذلك على المسلمين أن يعلموا أنهم أمام امتحان صعب، إما أي يصمدوا وينجحوا في هذا الامتحان، وإما أن يعيشوا يعني كغيرهم فينفنوا وينتهوا. رئيس مركز الثقافة التركية وننهي بألمانيا شيخ حسن، قال أيدن برغ بيرم جيسس أغلو، قال لطالما كان هناك رهاب من الإسلام والمسلمين في أوروبا وألمانيا، لدرجة أن الجمعيات التي تحمل أسماء إسلامية كانت تخضع للمراقبة باستمرار من قبل منظمة حماية الدستور أي الاستخبارات، وهذا دليل على تجذر الإسلاموفوبيا داخل الدول الأوروبية. إلى أي مدى ربما هذه المراقبة والمحاصرة ربما تمنع المسلمين من الاندماج في المجتمعات الغربية والنشاط وأيضا حرية المعتقد؟ هل هناك تهديدات أصبحت جلية على الممارسات حتى الشعائر الدينية في المجتمعات الغربية؟
دعني أكون صريحا معكم في مسألة هامة جدا. الغرب لا يرى منافسا له ولحضارته ولمستقبله إلا الإسلام. لما؟ لأن الإسلام له تصوره العقدي الخاص به والذي لا يشاركه فيه أحد. واحد. رقم اثنين، لأن الإسلام له منظومته القانونية الشاملة الكاملة التي لا يمكنها أن تختلط بالقوانين الأخرى، فله منظومته الخاصة به، وهذا لا يوجد في أي شعب من الشعوب الأخرى بما فيهم الصين وما إلى ذلك. الصين أيضا يعني أشبه يعني تدخل أيضا فيما يسمى بالحضارة الغربية، اندمجوا فيها. لكن الإسلام المسلمين، الإسلام يشكل حضارة موازية للغرب، وهذا الذي أكثر الغربيون التصريح به، يقولون إن المسلمين يريدون أن ينسفوا حضارتنا ويأتوا بحضارتهم، ويعلمون أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام لا يقبل أي أن تأتي حضارة أخرى وتعلو عليه، لأنه يعتبر ذلك انسلاخا من الدين. فإذا هذا الذي يفزعهم وهذا الذي يخيفهم من الإسلام المسلمين. صحيح أن المسلم في الغرب هو يلتزم بالقوانين ويحترم الآخرين وما إلى ذلك، لكنهم هذا لا يرضيهم، يريدون أن ينسلخ من دينه. لا بأس أن يبقى اسمه محمد وأحمد وفاطمة وعائشة، لكن يجب أن يصبحوا غربيين ليبراليين علمانيين، ويتقبلوا الحياة الغربية بعجرها وبجرها، وهذا يستحيل أن يقبله الإسلام ويقبله المسلمون إلا أن يعني ينسلخوا من الدين، هذا أمر آخر. لكن الواقع أن الغالبية من المسلمين لا يقبلون بهذا بحال من الأحوال، لا علماؤهم ولا مثقفوهم ولا حتى الجيل الحاضر من الشبابين. نعم، الشيخ حسن الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي، شكرا جزيلا لك على كل المعطيات التي مديتنا بها. وبهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، في أمان الله.